نظم مجموعة من الرياضيين بمحافظة السويس ماراثون جري بكورنيش السويس الجديد بمشاركة 150 شاب وفتاة من مختلف الأعمار. وأكد منسق الماراثون أدهم محمود إن الهدف من الماراثون هو تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة. مجموعة شباب في السويس هدفنا وتشجيع الرياضة وتشجيع الناس على ممارسة الرياضة ونشر الوعي والثقافة الرياضية في السويس. البداية بتاعتنا كانت من 3 سنين، البداية بدأت بشخص واحد. النهاردة ما شاء الله العدد زاد والفكرة تطور عند الناس وناس كتير اقتنعت بالفكرة. اتجمعنا النهاردة الساعة 7 صباحا في كورنيش السويس عشان بنحتفل بعيد ميلادنا الثالث. النهاردة يعني بقالنا في النشاط ده 3 سنين. الحمد لله عملنا حاجات كتيرة وسعينا بشكل كبير ان احنا نغير الفكر بشكل عام في محافظة السويس ونشر الوعي الرياضي بشكل كبير. النهاردة جروب سويس رانرز يعني بيدعو كل الناس عشان يحتفلوا معاه بمرور 3 سنين على انشاء الجروب، وان شاء الله في 2019 عندنا اهداف اكتر وطموحات اكتر ان احنا نطور من نفسنا وكمان نطور من شكل البطولات اللي احنا بننظمها كل شهر.